بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم سيف من قناة سيش ذا جيمر. النهارده هلعب مع اخويا ياسين. ياسو ده حبيب قلبي، ده بص ده مجنون كورة، ده ممكن يخلص عليا في ثواني. ده عنده معلومات انا ما اعرفهاش، صح ولا لا؟ ياسو صح، قول مثلا معلومة كده. بتعرف ديلي فيو؟ مين ديلي فيو ده؟ مين ده؟ بيلعب فين؟ بيلعب في برشلونة رقم 16 دلوقتي. لا لا لا، هو اهو دي من المعلومات البسيطة بالنسبة لي. النهاردة هنلعب مع بعض ماتشين حلوين قوي، واحد في بيس 14، واحد في بيس ايه؟ 18. المفروض ان انا ايه بكسب ياسين على طول يعني، فهنشوف النهاردة ايه اللي هيحصل. بيقول بقى الحظ معايا بقى. لا هو مش لازم يكسبني على طول، انا كسبه مرتين ثلاثة. يا انت كسبتني قبل كده، بس احنا يعتبر متعادلين قبل كده. يعني هنشوف النهاردة ايه اللي هيحصل. انت تتوقع ايه اللي هيحصل؟ اتوقع النهارده هكسبك. انا هنلعب ببرشلونه يا سوني طول المقطع. هنلعب ببرشلونه. متاكد؟ متاكد. برشلوني صميما. برشلوني صميما. بص بتعمل ايه؟ مفيش فايده. ماشي. وانت ما تتوقع ايه؟ ولا ايه؟ النهارده ممكن مثلا اكسب ماتش واخسر ماتش. ممكن اكسب ماتش واخسر ماتش كده. ولا هتكسب. متاكد؟ ومصحف يعني الحظ معاك النهارده؟ النهارده خلاص ماشي، مفيش مشكله خالص اهي. والحظ معايا برضه. المهم النهارده تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. ونتكلم بقى. هنفحت. دي عادي تشيل فيلم. اكسبك على قد ما اقدر باذن الله. على قد ما اقدر. تكسب؟ طب انا تيكي تاكا وانا ماشي. بس انا بلعب ببرشلونه، انت بتلعب بالريال. مع اني مشجع برشلونه. يا عم كلنا احباب برضه. يلا حبيبي. ابقى هعمل بقى اول ما حد يجيب جون يعمل بتاعت بخبه. وانا هعمل بتاعت محمد صلاح. ديبولا؟ لا ايه. محمد صلاح. ايوه يلا. بسم الله نبدا. انا عامل حبيبي تعمل مهارات. ضربة جزاء. اهم حاجة مش كارت احمر. لا كارت احمر. ايه كارت احمر؟ لا انذار 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 انذار. ايه كارت اصفر؟ لا يا رب. بسم الله بسم الله. الله حلو. يلا بقى يلا. بداية بص أول دقيقة تقريبا صح؟ هو دي تاني تقريبا. انت عارف لولا الزحلقه بتاعتي انت كنت مش هتجيبها برضه. ما هي مشكلتي ان انا زحلقت على اساس ان انت هتجيبها. دي تانية 10 ثواني. بص لا على فكره انا اصلا ما عرفتش اشوطها عشان اتشوشن. اوبا بتضيع منك بالعبيطه. ها ايوه احي الحمد لله. با ميسي حمار. لا ميسي لا. ايوه داخله ايه يا حمار. يا ابن العبيطة. ايه كل دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شوردي قلبه سريع طبعا. هوبا يا ابيض. ها هوبا الله يا سياس. الله وحش. الغباء بعينه موضوع واضح. الغباء بعينه. هوبا هوبا. يلا بقى واحدة محمد صلاح. تكستر حلو عادي. السبعة دي انا كده كده خسران عشان مش بعرف العب 14 خيمة. دي صعبة جدا، اللعبة بتجري لوحدها. طيب مش لازم. نفسي تجري على الكورة. ايوه الله. بص بقى الغباء. الغباء. ممكن امثل دلوقتي. امثل بس هات الكورة بس. يا نهار اسود انت شلت الواد. انذار اكيد انذار. الحمد لله يعني اللي هو ما خدش طرد. يلا انزل. بسم الله وكمان بتسمي الله. ما التسمية دي سر النجاح.
كريستيانو فاول وبيعلى رجليه ايه بيقول اقسم بالله اهو بيعلى رجليه بيقول ده لعبه لذينة بسم الله خش عليك ايوه يا لونسو بقى ايه ايوه ميسي ده اعوذ بالله مش عارف اخترعوا له اللعبه دي مخصوص عشان يبقى مشلول ها الحمد لله شوت شوت بيقول شوت بيقول عايز اوقف بقى انا اوقف يعني عليا ايه ده عليك عليا عليا ولا عليك مش عارف نعم يا انا ما بعرفش اشوت فاولات من هنا بس يلا مش مشكله طب بتخش هتفزع اللي هيلعب دلوقتي بس انا واقف دفاع وحشه طبعا ايه دي كرة؟ المفروض ان دي كرة يعني؟ ايوه اه تقربت مني بطل عني. بطل اللب ده بطل اللب انا احسن منه بطل اللب ايه ده بص ده انت بتطلع الدور التاني يا ابني ايه ده؟ مش رياليستيك خالص خلاص يعني اعمل لب بس مش قوي يعني 2014 دي رزلة جدا اعوذ بالله يا نهار اسود ايه ده؟ هنروح في داهية عارف لو كارت احمر هزعل هي مش ناقصة الواد مين؟ فابريكس اسباني جاي يتدلع علينا لا يا حبيبي هتاخد ياما يا قلبي هو ده من نص الملعب كمان ده مش انفراد ايه هتولع سايب الكورة سايب الكورة كعادتك العاده السيئه القذره بس حتى احمد ربنا برضه ان سيكس فابريكاس ده طلع شعبان بيكسر من اول الماتش ده كره واحده خد فيها كارت احمر مش مثلا كارتين صفر ايه يا عم بتعمل ايه دي فرمانه برضه بص بيكي عيل غبي ما متجوز شاكيرا هي شاكيرا من كولومبيا نعم ولا ايه كولومبيا مش مشجع اسبانيا ضد كولومبيا مره لعبت عارف اقسم بالله يلا 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 ده عيل عيل سيس بطل تعملها بطل تعملها ده انت حتى لما تقول لي بطل نوب ايوه اوبا حمار ايوه امسك كريستيانو لا حلو حلو فكره حلوه بس انا على فكره لو انا بجيب له بيت من نص الملعب ايه حلو لا دي هتوصل لي باذن الله وعليك وعليك بس خليها عشان ما بذمتك بذمتك في واحد يطير الطيره دي كلها ده طاير ايه في الهوا ده جاي في الملعب كله ايوه الله يلا بيس 14 دي هو التورنادو مستفزه جدا نقول تدي الفوز ده لمين يا سيدي؟ ده؟ الفوز ده تديه لمين؟ ليه؟ ليا اللي انا بلعب قدامك دي؟ اكيد بهزر اكيد ايوه اكيد تديه لمين؟ لاتش 2 ايوه يعني احكي لهم ايه الاتش 2 ده؟ الاتش 2 ده جيم رحت امبارح قعدت العب فيه اوعى أيوة وشك ايوه بقى السكس باك والعضلات عشان كده بتكسبني ماشي طب دلوقتي في المستقبل ننسى الماضي ونبص في الحاضر احامل اولا انا كنت جايب جون ايه جبته امتى؟ جبته امتى ده؟ في الماضي في الماضي ايه يا نيمار؟ نيمار الحمار اسكندراني لا مؤاخذة لا مؤاخذة ايها السادة الله اوبا الله اشتجن المنكز اشتجن المنكز اشتجن المنكز اشتجن مربى ايوه يلا سواريز اوبا اوبا ايوه لا اهدي اهدي انت بتشوط هناك ولا ايه ولا شوط متلخبط يا ريتني كنت نزلت باسكتس على الاقل كنت جبت جون لا 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 ايه ايه عايز يشحن لا مؤاخذه ايها الساده طب ما تسيبه في البتاع اتكلم يا حاجه
اهو بدا يلا بقى بروفيشنال. يا جماعه انا هنعمل ايه؟ انا هركب الشاحن الثاني معلش. هبا ايه كنت بكلمك؟ كنت بقول لك حاجه في ودنك. هبا ايه لو والله العظيم لو جه ضب هو محسوب. ايه هبا مش محسوب ازاي؟ انت عمال تلعب وبصيت الكره غلط. انا بصور على اسيب لك جول يعني؟ براحتك. بص انا هسيب لك حجمه. انا مش هعمل. بص انا سايب الجهاز اهو. سايب الجهاز اللي هو الجويستيك. ليه جويستيك؟ ده مش جويستيك هو بينام. ما علينا انا سايبه اهو. اي حاجه جيب جون براحتك. اي جون عشان انا ما ظلمتكش. بس ما ظلمتكش اهو. انا سبت الكوره. بص نزلها بس مش يس خدت فرصتك. حاضر يلا ابو صلاح. ابو صلاح ليه تعريضه يا ابو سلاح؟ ابو صلاح ملوش في التعريض. هو الاصل والاساس. هو اخره يشوف بس. هو الاصل والاساس والله. في الدقيقه 40 اوبا لا 40 امسح. ايه ايه فاول فاول طبعا يا سيدي الحكم. اتفو عليك يا سيدي الحكم. ايه شوت شوت بيت يا باك ده مديهاله. اوبا لا كورنر كورنر كورنر. هو في ايه؟ الحمد لله يا نهار ابيض. الله ميسي. لا طالعه طالعه دي طالعه طالعه لما تفصل برضه طالعه. الجون ده عالمي. تشيزني تشيزني جبنا؟ تشيزني تشيزني المونك مش تشيزا. تشيزني المونك راح يودينا في داهية. اقسم انا هخليه يا جوردي قلبه عشان اشوف دي ايه اوت ولا كورنر؟ دي كورنر برضو برضو برضو. بص انت هتفضل وراها هتفضل وراها. هقول لكم على حاجة في الوقت يعني كورنر كورنر. لا اوت قولوا بقى بابا. اهدي اهدي فو عليه. واحنا هننام على الواحد. ايزي كده. الله يا قلبي. يا قلبي يا قلبي. من الوجع. انا قلت خلاص انا كسبت الرابع قوي. انا عامل لسه بقى اكسترا تايم مضربات ذكاء كده. الفيديو مش هيكمل. لا النهار اسوح عليا في الدقيقة 90. انا يا 90 في دقيقة متضايع بمس. هيديك انذار. انذار هيديك انذار. طيب انا كنت بتلعب دي مش فاول؟ طبعا يا جماعه اللي بيلعبوا لازم اضربها. لا 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 طب ايه هتفضل حرام. اجول دي جول دي جول. ما توب بلاير توب بلاير يعمل ايه؟ توب بلاير يعني ما هيصد بقى ومهارات على الحقيقيه وجول. شطها حلو مع انك كنت نيمار الحمار. معناها كنت ايه؟ على الارض يعني زحلقة. لا لو عايزها على الارض تتكع على زرار التسديد مرتين. بص يعني ممكن دلوقتي اتك دايره هتعلمها لك على الارض. بص اهي بص مرتين وهي دايره. بص ما نجيبش قوي. ايه؟ داخل جول. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا ابو فوق قول الحق. اذبحه صلاح بيحرق ولا لا؟ مش فايده حظي مش معايا. مش معقول ياسين يكسبني مرتين. مش معقول حبيبي.